قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة لإحدى النقاط الأمنية التابعة للحرس الوطني، ونقل سموه خلال الزيارة تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهما لأبنائهما قادة وضباطا وأفرادا من منتسبي الحرس الوطني، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب سموه عن تقديره البالغ لرئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح لحرصهما الكبير على الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مشيدا أيضا بالجاهزية والكفاءة العالية لمنتسبي الحرس الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد بوجودي اليوم مع أخواني رجال الحرس الوطني لكي أنقل تحيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر المبارك. في مواجهة هذه الأزمة الصحية وحين تفعيل الخطة لقطاعات الدولة، نجد أن يعني الحرس الوطني مكون أساس في هذه الخطة، موجودين في كل القطاعات التي تحتاج إلى مساندة. لا نتحدث فقط عن وجودهم مع وزارة الداخلية في إسنادهم للمناطق الحيوية في البلاد وفي تأمين المناطق، لكن أبعد من ذلك نتحدث إلى وجودهم في ميادين اللي نحتاجها في خطة مواجهة هذا الوباء، سواء كانت في الموانئ أو في المطار أو في قطاع النفط أو في الكهرباء والماء أو في قطاع التمويل أو جمعيات تعاونية، وكل ما احتجنا لمساندة لأي قطاع في تفعيل الخطة نجد أن أخواننا في الحرس الوطني يقدمون ما نحتاجه وعلى استعداد لتقديم المزيد. هذا الأمر لن يتأتى إلا نتيجة لخطط وتدريب مستمر، وبهالمناسبة أحيي وأقدر وأشكر سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الأخ الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني على هذه الجاهزية للحرس في دعم ومساندة كل قطاعات الدولة في كل المجالات. فكل الشكر والتقدير إلى أخواني في الحرس الوطني، ونقول لهم إن شاء الله يعني كل عام وهم بخير وتعود علينا مثل هالمناسبة، وبرحمة ولطف من الله تزول علينا إن شاء الله هذه الغمة وهذا الوباء.